بيشتغل عليه على القناه دي. في عندي مجموعات انفاق طبعا، مجموعات انفاق، مجموعه انفاق شمال الاسماعيليه، شمالنا هنا ب 3 كيلو، المجموعه الثانيه جنوب بورسعيد، كل مجموعه 3 انفاق، نفقين سيارات ونفق سلك حد. وده اشتغلنا في التجهيز دي المداخل والمخارج لغايه ما المكن يوصل اللي هو يبقى في كينيا. هي الخطوه المسلحه التوريد، وهي اللي هتتولى تنفيذ المشروع بتاع الانفاق، مش شركات اجنبيه. اي سؤال يا حبيبي؟